وفي اليمن قتل 26 مسلحا حوثيا في اشتباكات مع المقاومة اليمنية في الساحل الغربي للبلاد. يأتي هذا فيما سيطر الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربية على منطقة العطفين الاستراتيجية في مديرية كتاف بمحور صعدة. جاء ذلك بعد غارات للتحالف العربية استهدفت محوري صعدة والساحل الغربي، أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل، من بينهم قائد في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة.